بئست الحرية التي لا يراقب فيها العبد ربه ولا يشكر فيها العبد نعم سيده ومولاه. تدبر، وأنت حر، وأنت حر، هل تستطيع أن تلقى ربك بما أنت عليه الآن من حال وعمل؟ هل لو جاءك اليوم ملك الموت، هل أنت مستعد للقاء الملك؟ أرجوك، أسألك بالله، تفكر في قولي هذا وتدبره، واعلم بأن أقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت، ولا أعلم حقيقة ثابتة مطلقة قد تناسيناها كالموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب وتجري وتفر، تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الرئيس، ويا أيها الملك، ويا أيها الأمير، ويا أيها الوزير، ويا أيها الكبير، ويا أيها الغني، ويا أيها الفقير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. تدبر وتذكر وأفق، وقف اليوم مع نفسك هذه الوقفة، وتب اليوم، بل وتب إلى الله الآن، من كل كلمة غيبة، من كل كلمة نميمة، من كل شهادة زور شهدتها، من كل إشاعة كاذبة روجتها، من كل خبر نقلته بلا تثبت. تب إلى الله الآن من كل لقمة حرام دخلت بطنك وأطعمتها زوجتك وأولادك. تب إلى الله الآن من كل مظلمة. تب إلى الله الآن من كل معصية. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها العاقل تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، نار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. قف اليوم مع نفسك، أخاطب اليوم كل مسؤول وكل صحفي وكل إعلامي وكل مصري مسلم أو قبطي، قف مع نفسك اليوم وقفة صدق، هل حالنا الذي نحن فيه يرضي ربنا؟ هل حالنا ينقذ بلدنا؟ لا ورب الكعبة، الأمر لا يحتاج إلى مجاملة ولا إلى دبلوماسية حوار ولا إلى ما أسميه بالإتيكيت الفكري،
بل يحتاج إلى صدق ومكاشفة ومصارحة. حالنا لا يرضي ربنا، وإلا فما نحن فيه الآن بسبب بعدنا عن ربنا وبسبب وشؤم ذنوبنا ومعاصينا وانحرافنا عن منهج نبينا. قال ربنا جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أفلا نرجع؟ أفلا نتوب؟ أفلا نشكر فضله جل جلاله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى؟ نسينا نعمه ونسينا فضله، وتحرك الكثيرون منا وقد توهموا أنهم هم الذين صنعوا وهم الذين غيروا وهم الذين بدلوا. وقلت بأعلى صوتي منذ سنتين: اعلموا أننا ما فعلنا شيئا وما صنعنا شيئا ولا نملك أن نفعل شيئا ولا أن نصنع شيئا، بل الفضل فضل الملك،